حنا سيدي بان لينا منذ زمان بان لينا العمل العمل اللي تيشرع فيه سيدنا الله ينصرو عمل جميل جدا جدا وما تيوصلش حتى لافان عند المواطن العادي. المواطن العادي ديما مخلوع ديما مقعور ديما بزاف فهمتي دونك فاذا بدي حنا خدينا هذا المشعل ديال الفلسفه الملكيه والخطابات الملكيه والرسالات الملكيه وتنضربوا مع الوقت باش نوصلوا المفهوم ديالهم للمواطن العادي. حيت اللي مهم في هذه البلاد هو المواطن العادي وجلاله الملك محمد السادس الله يرحمه الحسن الثاني هما اللي تيلعبوا الدور الجميل باش يدوروا العجله الاقتصاديه لا العجله الثقافيه لا العجله الرياضيه لا العجله الفلسفيه لا العجله الدينيه. هادو هما الفاعلين الحقيقيين في هذا البلد. دونك فاذا به تيكون السلطان البلاد عنده واحد الفكره ضد الرشوه دابا راه 30 عام 32 عام هذه وحنا تناضلوا و12 عام وحنا تناضلوا مع الحسن الثاني ضد الرشوه و20 سنه وحنا تناضلوا مع الحسن مع محمد السادس الله ينصره ضد الرشوه 32 سنه ديال النضال ضد الرشوه وحنا تنشوفوا مازال الرشوه تدور ومازال الفخ ديال الرشوه طايحين فيه بزاف ديال الخوت والحباب وبزاف ديال المشاكل كاينه من الرشوه ومخسره لينا لا المجتمع ديالنا بكل ولا العجله الاقتصاديه ديالنا ما تدورش بالطريقه اللي خصها تدور. دونك ملي تنشوفوا بانه بحال دابا هذا لو كومبا هذا بحال هذا النضال هذا بدا الحسن الثاني رحمه الله وكمل عليه محمد السادس نصره الله ومازال ما وصلش صافي ديال الله ريزيستونس المقاومه اللي كاينه ضد الملكيه راه قويه. المقاومه اللي كاينه ضد الشعب ولا ضد مصالح الاسماء ديال الشعب راه قويه بزاف حيت تنشوفوا حنا بانه تنزيدوا بثلاثه ديال الخطوات وترجعوا بسبعه وتنزيدوا بجوج وترجعوا بتسعود. دونك كاين شي حاجه اللي شي 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 ميساج شي اللي قوي اللي خصو يوصل الاخوان والاخوات المغاربه باش يعرفوا بانه راه هذا السلوك ولا هذه المسائل ديال الرشوه ولا هذه المسائل ديال باك صاحبي اكسترا راه ماشي هو المستقبل. ماشي هو المستقبل. المستقبل هي تعطي الفرص لجميع المغاربه بدون استثناء بدون فرزيه. هذه هي اللي غادي توصلنا لشي حاجه اللي نقدروا نرجعوا عليها ترجع علينا بالخير ونقدروا حنا ترجع علينا على وليداتنا بالخير. ما لا مشينا بثلاثه ديال الدرجات ورجعنا بتسعود ومشينا بأربعة الخطوات ورجعنا بسته ما عمرنا غنزيدوا لقدام ما عمرنا غادي نباشروا التنميه الحقيقيه المستدامه الانسانيه. ما نقدروش حنا بغينا التنميه الانسانيه التنميه ديال البشريه التنميه ديال المغربي التنميه ديال المواطن التنميه ديال المواطنه التنميه ديال البلاد ما نوصلو ليهاش الا كانوا جيوب في الوسط ديال المجتمع تيديتورنيو لي زانتيري ديال هاد البلاد وديال هاد الشعب وديال هاد الملك وديال هاد الامه. دونك هذا هو هذا هو الميساج. حنا وصلنا لهذا الاستاد ما بغينا لا بوست دوزير ما بغينا نكونوا وزراء ما بغينا نكونوا مدراء ما بغينا نكونوا حتى شي حاجه. بغينا نكونوا فاعلين اجتماعيين محطين اللي تيواكبوا ولا تي يصلحوا العمل السياسي في هذا البلد. هذا هو بطاقه التعريف هي هذه. تنباشروا مسيره ديال التصحيح تصحيح ديال التاريخ تصحيح ديال الصحراء تصحيح ديال التنميه المستدامه اي 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 مسيره ديال الاصلاح ولا اي مسيره ديال السلميه ديال العمل الجبار والعمل اللي غادي يفيدنا كلنا اللي غادي يفيدنا. انا ما بغيتش شي عمل اللي يفيدني انا بوحدي. الحاله الوبائيه خصنا نتمشاو لابد بواحد الطريقه علميه
خص الناس ديال العلم هما اللي يكونوا عندهم مفوض لهم الامورات كلها من هذه الناحيه ديال 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 الوباء. العلميه العلميه علميه سي دي افير دو scientifique, ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de gens de technique, c'est une affaire de gens scientifiques, c'est des gens académiques. C'est une affaire des académies, au moins les gens qui ont été faits. Mais si je ne sais pas, j'ai dit que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. إما غادي تمحى حيت لا كان غير ان سول فاريون وفيه ان و دو و تروا و كات و سانك و عشرين فيرسيون ما اذا بهم لي مليون دو فيروس اللي كاينين اللي كاينين. دونك المساله هذه ما بقاش يمكن ما بقاش السياسه تقدر تسير هذا الامر. هذه مساله ديال العلم كما البيئه. راه هذه مشكل ديال البيئه. حنا دابا تنحاولوا نفهموه، انا ما خصناش نحاولوا نفهموه، خصنا نفهموه حنا اون فوا بور توت بانه مساله البيئه تخسرات البيئه تخسرات، خسرها الانسان، خسرها لا ديغراداسيون كليماتيك. ها هو دابا تنشوف بانهم لي سيزون ما بقاوش كاينين الله يحفظ، تنشوف واحد البرد اللي كاين ما فيه ما يتشاف، تنشوفوا شتي يسميوها بعض الجهات في العالم فيهم الغرق ديال الماء، الفيضان بدون وقت، الثلج بدون وقت. دونك هادشي كله هاد ديريغلومون كليماتيك كله راه لوم هو اللي الاساس ديالو جاي منا. ودونك سا بدير السياسيين اللي تيسيروا العالم فشلوا كلهم فاشلين. وحنا راه تيبان لينا هادشي بانهم فاشلين وفشلوا، وتنشوفوا لي جيلي جون اش دايرين في فرنسا، ولي جيلي الاخرين روج، ولي جيلي اورانج، ولي جيلي بلو. كل بلاد عندها المشاكل ديالها، غير الديكتاتوريات اللي هادوك ما تيكون عندهم حتى شي مشكل تدير باق تطرطق مساله تطرطق في خطره تيدوز انقلاب اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن الدول اللي فيهم شويه ديال الديمقراطيه راه تنشوفوا الناس اش علاش تيعبروا. دونك اوجوردي مساله ديال البيئه هي الا بغيتي تهضر معايا على الكورونا ولا الكوفيد قول لي اش درنا في البيئه، اش قدينا في البيئه، باش غادي نقويو المناعه ديال الانسان ونقويو المناعه ديال الارض ديالنا باش هذوك لي فيروس يتمحاو ويتحيدوا، وعاد ندوزو ديك الساعه للانسان اش غادي نديرو معاه، باش غادي نصلحوا ليه المناعه ديالو، ولا باش غادي نعاونوه كي غادي نعاونوه. مي خصنا بعدا البيئه، والبيئه خصنا نعاودوا الدستور. الدستور اوجوردي ماشي ما تيتسامح مع الناس اللي تيخسروا البيئه. خصنا نوصلوا لواحد الدستور اللي يكون شرس على اي واحد اللي ما احترمش البيئه، اللي خسر الشجر، اللي خسر الخضر، اي واحد اللي تكرفس على البيئه خصنا نكونوا حنا الكود بينال خصو يكون يعطيه المصير ديالو. كيفاش يجي التعامل ديال المغرب؟ هاد دابا غير قول لي في السياسه المغربيه حتى اليوم غير سيدنا هو اللي عنده البرامج الكبرى ديال البلد اللي غادي نمشيو فيها. شكون هو هاد السياسيين اللي برزوا بشي عمل داروه وهذاك العمل المغربي تيقول لهم الله يرحم الوالدين؟ ما كاينش. احنا تنشوفوا اي حاجه داروها السياسيين مالوغوزمون ما كاين غير ها هو ملي مشى هذاك الحزب اللي كان دابا كلشي ولا تيقول الحمد لله اللي مشاو، حيت وصلنا لواحد الاستاد اللي تقجفنا بلينا مقشوجين. دونك السياسيين تيقجوا في المغاربه، تيقجوا في كل شيء. نشوفوا اي مساله تيقجوا فيها تيقجوا، وحنا تنقاوموا الوغ كو سي با لو كان. خصهم يخدمونا، خص المطالب الشعبيه والمطالب ديال المواطن يعطيوها ويعطيو اكثر ويفوتوها ويقول لك الله يرحم الوالدين وشكرا اللي عطيتينا الثقه ديالك باش سيرنا البلاد معاك ولا سيرنا لك البلاد. حنا لا، تنعطيوهم
الثقه ديالنا، فاذا به تيخونوا الثقه ديالنا، تيخونونا. احنا دابا تنشوفوا شحال ديال الوعودات اللي كانوا في هذا العهد الجديد دابا اللي جا عاوتاني. فاش بدات الحكومه بدات تزيد في السكر وزيد هنا وزيد هادي وزيد هادي وزيد هادي وزيد هادي، تولوا تخلقوا الاحتجاجات الاحتجاجات الشعبيه. الناس ولاو خارجين للزنقه بلا 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 ما يحسوا، ولينا في واحد زعما في واحد الصفه خايبه 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 بزاف. هذا الشيء ما كناش نتسناوه، ولا ما كناش تنظنوه غادي يكون مورما 10 سنين ديال 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 التسيير مع ذاك الحزب الاخر اللي مشى.